انا بصراحه ملتزمه جدا يعني جدا، هم بيبقوا حاسين بس الفريق فبيشجعوه قوي وهم نفسهم، لكن في الاخر الجماهير بتبقى بالشكل العام للنادي الاهلي. في كمان تكليف مدير امن النادي بالعمل على راحه اعضاء النادي خاصه من الرواد وكبار السن، علشان يعني اخبارنا مش عايزين نطول علشان ضيوفنا الكرام. دي كانت اخبارنا اللي حصل النهارده. قلت لكم خلاص مانويل جوزيه كان في التدريب، شخصيه كبيره جدا محشوه النادي الاهلي، اكيد وجوده بيدي دافع كبير جدا ودافع معنوي للجهاز الفني كمان قبل اللعيبه. قلت لكم دايما ما تقلقوش وما تخافوش، دايما الجماهير الحمد لله احنا على تواصل كبير جدا بالجماهير، بيبقوا قلقانين شويه لما بيشوفوا النادي الاهلي بتعادل، بيشوفوا النادي الاهلي بيخسر، بيشوفوا النادي الاهلي مش في حالته، بيقلقوا شويه. لكن دايما بفكركم الاهلي بيتعثر لكن بيكون في النهايه في مكانه الطبيعي، على الاقل على الاقل بيكون في طرف من الطرفين في النهائي الافريقي، فدايما بيكون في مكانه الطبيعي. خدنا البطوله ان شاء الله باذن الله باذن الله هناخدها، لكن قبل كده ما خدناش البطوله لكن في مكاننا الطبيعي اللي هو المكان اللي بتنافس فيه، المكان اللي بتتوج فيه. في بقى ظروف خارجيه حصلت قبل كده، حاجه حصلت على الفريق، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السنه دي الموضوع مختلف زي ما قلت لكم شكلا وموضوعا. ان شاء الله يوم السبت باذن الله هيكون موعدنا مع انتصار النادي الاهلي على شبيبه الثوره الجزائري واعتلاء قمه المجموعه. اتكلمت كمان عن المطالبة بزيادة التواجد الجماهيري، وأكيد ده دورنا كلنا كأهلوية، والكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان أصروا على، بنصر بحقنا بس مش أكتر يعني، اللي بيفهم إصرار يعني ما بنقولش إحنا بنجيب حاجة غصب عن حد، لا طبعا خالص خالص، إحنا بنطلب بمنتهى بشكل أهلي وبحقه ان احنا عايزين تواجد جماهيري في مباراه مهمه جدا. عشان كده الحمد لله كان في استجابه ان هم يبقوا 15000، وعايزين اكتر كمان بصراحه يعني في الادوار اللي جايه ان شاء الله عايزين مؤازره جماهيريه، لان هي دي بتدي، ودايما بقول بيدوا حاجه محدش يقدر يديها للعيبه، دافع معنوي كبير جدا مهما تجيب اي مدرب، اي مدرب في الكون مش هيدي دافع زي ما الجمهور بيدي دافع للعيبته. قلت لكم قبل كده انا شخصيا لما بقلق او بيدخل في قلبي خوف شويه على الاهلي بفتكر دايما الاهلي عمره ما خلف ميعاده معانا، عمره ما خلف ميعاده، دايما بتلاقيه في الاخر في مكانه الطبيعي. فما تقلقوش وان شاء الله باذن الله باذن الله هيكون الاهلي متواجد في منصه التتويج الافريقيه باذن الله. مش عايز اتكلم كتير على التواجد الجماهيري، ومش عايز اتكلم كمان عن ضروره الانضباط والتشجيع المثالي، مش عشان حاجه خالص، عشان احنا عايزينكم، حطوا تحتيها مليون خط احمر، احنا عايزينكم متواجدين، مش عايزين اي حد يقول اصل بص اصل مش عارف ايه، وانتوا عارفين يعني الحمد لله. فعايزين ان احنا نكون فرحانين بشكلكم في الملاعب، في المدرجات، اللعيبه فرحانه بيكم، اللعيبه بتاخد منكم كل حاجه في الملعب، اللعيب بيبقى ميت ومش قادر لكن بيجري وبيجري سبرنتات ويفضل لاخر نفس عشان شايفكم بتشجعوه، شايف جماهير قاعده مترقبه عايز يفرحهم. حاسين بيكم بس مش حاسين بيكم زي ما انتم ما تكونوا متواجدين اساسا في المدرجات. فلو سمحتوا خلينا في شكلنا عشان احنا محتاجينكم، مش عشان اي حاجه تانية ولا اي حد تاني خالص، عشان احنا محتاجينكم. قلت لكم كمان ان احنا عندنا مباراتين مهمتين جدا جدا جدا، ليفربول مع باير ميونخ. محمد صلاح النجم الكبير في الاخر كده قالوا محمد صلاح، لكن محمد صلاح هيبقى في قلوبنا. محمد صلاح لسه يا جماعه، محمد صلاح ما عندوش 30 وفوق ال 30، محمد صلاح لسه محمد صلاح، نجم كبير جدا وماشي، بس يعني ما فيش حد كامل. هو قال في تويتر لو اخطا اكيد اخطاء غير مقصوده. انتوا عارفين محمد صلاح مهما كان، محمد صلاح باخلاقه بروعته في الملعب بره الملعب بعطائه اللامحدود في الكوره وبره الكوره، حاجات تشفع له كتير جدا ان كان غلط، اخطاء غير مقصود. بتشوفوا لو ركزتوا شويه مع كريستيانو النجم المعشوق لكل جماهير العالم، شوفوا بيتكلم ازاي كريستيانو،
بلاش بلاش تشوفوه بيتكلم ازاي. شوفوا كريستيانو لو الكاميرا بتيجي عليه دايما بص للكاميرا، دايما كريستيانو دايما بيشوف الكاميرا فين يبص لها. بعد المباراه يعني بعد مباراه الانتر اللي جاب فيها هاتريك امبارح قال هم جابوني هنا عشان اجيب لهم كاس اوروبا. فيعني عادي ممكن كريستيانو احنا بنقول اه ده نجم كبير، ما محمد صلاح نجم كبير حتى لو احنا شايفين ان هو غلط، لا بس يعني رفقا شباب محمد صلاح، مع احترامي طبعا لكل الجماهير اللي بتنتقد في محمد صلاح، انا عارف انتوا بتنتقدوا لان انتوا شايفين محمد صلاح في ليفل معين او في مستوى معين ومش عايزينه ينزل عن كده. هو ما نزلش، ممكن يكون اخطا تعبيريا او يعني مش اكيد مش قصد، اكيد مش قصد، لكن بقول لكم النجوم الكبار دايما بيقولوا انا وانا بعمل وانا من غير الفرقه دي مش عارف ايه وانا المنتخب وانا مش عارف كده. لكن حتى لو كان محمد يعني اخطا في كلمه مش مقصوده، فمش عايزين نفضل ماسكين على حاجه مع نجم كبير جدا بحجم محمد صلاح. فرحنا كتير قوي، ان شاء الله ان شاء الله يكون احسن لعيب في العالم محمد صلاح يا جماعه دلوقتي في العالم كله، حاجه كبيره جدا. ف معلش ابننا حتى لو غلط غلط غير مقصود، لكن هو محمد صلاح هيفضل في قلوبنا على طول. وانا عارف قد ايه بتحب محمد صلاح، واللي بيتكلم وبينتقد اكيد بينتقد عشان عايز محمد صلاح زي ما هو شايفه، وان شاء الله يفضل زي ما احنا شايفينه على طول باذن الله. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الاهلاوي الجميل كابتن احمد فوزي في ضيافه زميل العزيز محمد سعيد. استنوهم بعد فاصل.